أهلا وسهلا أحبتي، اليوم راح أتكلم عن أفضل برامج المشي. طبعا عندنا ريلايف وعندنا ران كيبر وعندنا الصحة والهيلث اللي هو يجي في الهاتف بالنفس. راح نستخدم اليوم برنامج الهيلث أو الصحة. ندخل على البرنامج، راح يفتح عندنا بهذه الطريقة طبعا، وراح نجد في الأسفل طبعا عدة خيارات اللي هي الهيلث والاكسرسايز والديسكفر والاجهزة ويمي. طبعا هنا عندنا الخيارات، طبعا اللي يهمنا طبعا الاكسرسايز. راح نجد في الاعلى طبعا عدة خيارات، الاوت دور رن والاندور رن والووك والسايكل والجامب روب. طبعا اللي يهمنا اللي هو الاوت دور رن، لما نمشي اللي يهمنا هو هذا. و بعد ذلك نقوم بالضغط على الزر هذا، وراح يبدأ في قياس المدة اللي راح نمشيها. طبعا ورك او ستارتد، الحين راح يحسب عندنا المسافة بالكيلومتر، وعندنا ايضا المدة او الديوريشن وغيرها. طبعا هذا اللي يهمنا الديوريشن والمسافة، وراح طبعا يبين عندك المسار في الخريطة. طبعا عندنا هذه الخريطة، وراح يبين عندك المسار فيها بالضبط. مع الحركة طبعا راح يبدأ طبعا بالحساب عن طريق الجي بي اس، مثل ما نلاحظ طبعا في الأعلى الجي بي اس طبعا ضروري يكون شغال. راح يحسب عن طريق الجي بي اس المسافة بالضبط كم تقريبا. طبعا هذا البرنامج من افضل برامج لحساب المسافة عند المشي. طبعا تخلي شغال، ممكن تخلي في الجيب وتبدأ بعملية ممارسة الرياضة، سواء كانت رياضة المشي او رياضة الجري. طبعا بعد ذلك تقوم بالمشي، والبرنامج طبعا راح يكون شغال. طبعا البرنامج راح يكون شغال في الخلفية مثل ما نلاحظ عند عملية المشي، انت وتمشي طبعا البرنامج شغال في الخلفية. طبعا طبعا الجميل في البرنامج انه مسافة كل 1 كيلومتر تمشيها راح يعطيك تنبيه صوتي بالمسافة اللي مشيتها والمدة الزمنية اللي مرت على المشي، مثل ما راح نسمع بعد شوي. Total distance 1 kilometer. Workout out for total of 12 minutes 34 seconds. إذا مثل ما سمعنا أعطانا المسافة اللي 1 كيلومتر والمدة الزمنية اللي مرت اللي هي 12 دقيقة وكانت 43 ثانية. طبعا ممكن تكتم الصوت من الزر اللي في الأسفل. طبعا عند انشغالك أو توقفك في مكان معين ممكن ضغط زر المشغول اللي هو باللون الأحمر. طبعا راح في هذه الحالة راح يتوقف الحساب وراح يتوقف الوقت. بعد ذلك طبعا إذا استمريت راح تضغط مرة ثانية زر استمرار باللون الأخضر بهذه الطريقة، وراح تكمل المشي. طبعا في حالة الانتهاء يمكن الضغط على الزر الأحمر بهذه الطريقة باستمرار، وراح تنتهي الجولة. طبعا تم انتهاء الجولة حاليا مثل ما نلاحظ، وراح يعطيك البيانات بالتفصيل وراح يعطيك الخريطة طبعا المسافة 1.08 كيلومتر، وراح يعطيك الديوريشن اللي هو الوقت 13 دقيقة، وراح يعطيك طبعا في الأعلى المسار اللي مشيته. برنامج جميل ويعتمد على الجي بي اس، انصح فيه. تحياتي لكم احبتي، ونراكم في مقطع اخر باذن الله.
إذا كانت هذه هي الزيارة الأولى لكم، لا تنسوا الاشتراك ومتابعة القناة. تحياتي لكم أبو طارق.